خليني ابتدي مع حضرتك وبشكل عام وديه زي النهارده والوديه اللي فاتت قدام النايجر، الراجل بيفكر في ايه؟ الراجل ايه اللي في دماغه؟ عايز يستكشف لسه اللعيبه، يعرف قدرات عن 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 قرب، عايز ياكد على حاجه، ولا عايز يجرب؟ عايز ايه يعني؟ بيفكر ازاي في وديه النهارده؟ هو عايز يعمل كل اللي انت بتقول عليه، كل حاجه، خاصه ان بقى في تاجيل البطوله الافريقيه، فده هيديله يعني متسع من الوقت انه يدرس ويطبق افكاره ويشوف هيلعب باي شكل والتشكيله المناسبه. كل اللي انت قلت عليه كريم ده هو الراجل بيفكر فيه، غير لو كان جاي وفي مباريات قريبه يعني هتبقى في مشكله كبيره بالنسبه له، لكن هو عنده اريحيه في انه يجرب كل شيء، انه يشوف اللعيبه على الطبيعه، انه يدي فرص كبيره جدا، انه يلعب بطريقه هو مقتنع بيها تتناسب مع امكانيات اللعيبه. وبالتالي هو الراجل الحقيقه يمكن فينا يعني هختلف مع ناس كتيره جدا في انه بادئ بمباراتين يعني قليلين هادين. يعني طبعا يعني هادين. وده امر طبيعي على فكره، احنا عندنا هنا دلوقتي بناخد المباراه الوديه لما بنخسرها او نتعادل فيها الدنيا بتتقلب، والراجل بيشتغل في جو مش مناسب. وبالتالي منطقي جدا انه يبدا بمباريات هاديه شويه. ناس بتقول عايزين مباريات قويه عشان التصنيف وبتاع، ده مش وقت تفكير مش في التصنيف. صح. تفكير في منتخب مصر ازاي يستعيد الثقه، ازاي الراجل يشتغل في جو هادي، وبالتالي يتعرف على لعيبته حتى يعني يتعرف، لان هو لسه في مرحله تعارف اكيد يعني. بالظبط يعني هو شافهم مع انديتهم لكن لاول مره بيدربهم وبيديهم تعليمات وبيشوفها بيطبقوها ازاي يعني. طبعا الوضع مختلف غير لما اتفرج في الدوري او حاجه، غير لما دربه قد يكتشف امور مختلفه، ممكن يعمل تغيير في بعض المراكز في طريقه اللعب نفسها. وبالتالي انا شايف الامور ماشيه هاديه جدا، انه منطقي جدا يبدا بمباراتين هاديين يعني. جميل.